كلكم طيبين. اليوم زي ما سمعنا في السنكسار 29 من شهر توت المبارك، وكل يوم 29 من الشهر القبطي بنحتفل بعيد البشارة والميلاد والقيامة. ليه 29 نحتفل بالتلات أعياد دول؟ لأنه عيد الميلاد كلنا عارفين أنه 29 إيه؟ يهك. وعيد البشارة لما الملاك بشر العذراء مريم بالبشارة كانت 29 برمهات، يبقى دي 2 29. قيامة رب المجد يسوع المسيح نفسها كانت في يوم 29 برمهات. يبقى الثلاث مناسبات دول كانوا 29 من كل شهر إبطي، عيد البشارة وعيد الميلاد وعيد القيامة. الكنيسة بتحتفل بها فرايح، تلاقوا النهاردة الصلوات فرايح والألحان فرايح، ولو انه مش جاي يوم حد برضو نصلي صلوات الأجبية الثالثة والسادسة بس، وما يكونش فيه مطنيات وما يكونش فيه صوم انقطاعي. عيد البشارة وكان لسه من كام يوم بنحتفل به أيضا، هو بداية خلاص البشرية المعد من الله. ربنا من يوم ما طرد أبونا آدم وأمنا حواء قال له وعد إلهي، قال له نسل المرأة يسحق رأس الحية، نسل المرأة يسحق رأس الحية، ده وعد إلهي. وأيضا قال له بدون سفك دم لن تحدث مغفرة، ده وعد إلهي تاني. ده غير أنه لما عقب أبونا آدم وأمنا حواء قال له برضو وعود وتحققت كلها، قال له بعرق وجهك تأكل خبزك، لازم الإنسان يكد ويتعب. وقال له الأرض تنبت لك حسكا وشوكا، في أشواك وفي أتعاب، محدش يكون مستريح مية مية، لأن دي كانت عقوبة إلهية. وقال له كمان أن أمنا حواء بالأوجاعين، وحواء إلى اليوم والآخر الزمان بالأوجاع تلي. لكن الوعد أهم وعد كان إن نسل المرأة يسحق رأس الحية، الحية اللي هي الخطية واللي سبب في طرد البشرية كلها. فالخلاص لابد أن يأتي من نسل المرأة. البشرية انتظرت سنين طويلة، وكل واحدة تبقى حامل تقول يمكن أنا حامل في المخلص، لغاية لما بدأ الإعداد للخلاص بشارة الملاك لزكريا الكاهن، والملاك بشره وقال له زوجتك العاقر اللي هي اليصابات وده الحد الأول في كياك ستحبل وحبلت وتلد ابنا وولدت ابن ويدعى اسمه يوحنا وبقى اسمه يوحنا. وانتوا عارفين بقية القصة انه ما اتكلمش لغاية لما ايه بقى تسمى يوحنا. وقال له ان هيمتلئ من روح القدس وهو بطن امه، ويمتلئ من روح القدس وهو بطن امه. وكمان يقول له ان خمرا ومسكرا لا يشرب، يعني يقول له هتبقى حامل ولما يتولد ويكبر ده كمان خمر ومسكر لا يشرب، هو لسه ما بقتش حامل. نبوءات إلهية واستعداد إلهي، كل ده تمهيد للخلاص. حتى بشارة حنا ويوقيم أم العذراء مريم بأن أنتوا هيجيلكوا العذراء وبشرها بيها، ونحتفل ببشارة الملاك لحنا ويوقيم بأن إيه العذراء هتحبل حنا أم العذراء وتجيب لنا أمنا العدل، إلى أن جاء العيد الكبير بقى، عيد البشارة اللي انتظرته البشرية، بشارة الملاك جبرائيل للعذراء مريم لما ظهر لها وفي الناصرة. وهناك في المكان ده في كنيسة اللي بيزور القدس في الناصرة، وفي المكان اللي الملاك ظهر ليه اتعمل مذبح،
وحول المذبح اتعملت كنيسة كبيرة اسمها كنيسة البشارة، وبشرها وقال لها ايه كلام جميل خالص. قال لها لا تخافي يا مريم، لقد وجدت نعمة عند الرب، وجدت نعمة عند الرب، فأنت ستحبلين وتلدين ابن وتدعين اسمه يسوع. وقال لها القدوس المولود منك يدعى ابن الله. وقال لها أيضا هيملك على بيت يعقوب وكرسي داود أبيه. بشارات كثيرة في هذا اليوم المفرح مع بشارة الملاك لأمنا العذراء، وإن القدوس المولود منك يدعى ابن الله، وفعلا اتولد القدوس منها ابن الله. كلها وعود إلهية وتتحقق وتبدأ بعيد البشارة. ويملك على كرسي داود أبيه عشان يدلنا أنه ليه نسل إنساني من بيت يعقوب وكرسي داود. عشان كده عندنا عبارة مهمة لاهوتية، أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين. هو نسل هيتجسد من بطن العذراء ابن الله، والروح القدس طهر مستودعها، ومع أول خلية اتحد اللاهوت بالناسوت وبقى أصبح ابن الله المتجسد من العذراء مريم. وادي الملاك بيقول لها كله نسل إنساني ويكون لي ياخد جسدنا لكن متحد باللاهوت. وأيضا نقول أن لولا البشارة ما كان الميلاد، ولولا الميلاد ما كانت القيامة، ولولا القيامة ما كان عيد الصعود، ولولا الصعود ما كان عيد حلول الروح القدس. إذن هي أعياد مرتبطة ببعضها، تبدأ بالبشارة والإعداد لخلاص جنس البشر. يبقى 29 من الشهر القبطي احنا بنحتفل فريحي بهذه الأعياد الثلاثة الهامة للخلاص، والتي تتحقق فيها وعود الله لأبونا آدم. شوفوا بعد كام ألف سنة تتحقق الوعود. إذن تدلنا أن ربنا لما يوعدنا بحاجة ممكن يطول الوعد. ليه يا رب ما استجبتش؟ أنا صليت، أنا حطيت الموضوع على المذبح، ليه يا رب ما استجبتش؟ الله ليه مواعيد غير مواعيدنا، وأحكام الله بعيدة عن الفحص كبعد السماء عن الأرض. ما نقدرش نقول لربنا ليه حصل كده، وليه الموضوع ده كده، وليه سمعت بكده. أحكام الله دي فوق ذهننا، إحنا عقلنا قاصر، محدش فينا شايف خارج الكنيسة دلوقتي إيه، نظرنا قاصر، محدش سامع إيه اللي بره، سمعنا قاصر. وهكذا أيضا العقل متهيئ لنا إن إحنا نستوعب كل شيء في الدنيا. والدليل على كده إن مفيش واحد يقدر يتخصص في جميع التخصصات في العالم. ما ينفعش يبقى طبيب ومهندس وترزي وأي تخصصات، ولكن كل واحد يدوب ليه موهبة واحدة بيقدر يشتغل بيها ويعيش بيها. لكن أحكام الله بعيدة عن الفحص، فاوعى تقول ليه ربنا عمل كده. كمان برضو من الأخطاء الروحية واحد يقول إيه أنا زعلان من ربنا. لا، من أنا التراب وغير الموجود اللي أقول زعلان من ربنا؟ أنا ممكن أصلي ربنا واتذلل ليه، معلش يا رب، من فضلك يا رب، اتحنن يا رب، بس كده. نضع الموضوع على المذبح، ولتكن إرادتك يا رب، ولتكن مشيئتك يا رب، بس كده. لكن ما أقولش أنا زعلان من ربنا، لأن أول ما أقول أنا زعلان من ربنا أنا وضعت نفسي في مرتبة تعادل الله، حاشا، أو نزلت ربنا في مرتبة ليا، حاشا برضه. والخطوة اللي بعد كده لما واحد زعلان من ربنا وما تحققتش الطلبة برضه بتاعته يعمل ايه؟ يبعد عن ربنا. ولما يبعد عن ربنا يوقف صلاة ولا يوقف مروح كنيسة، وبيحصل من ناس كده يقول أنا زعلان من ربنا. طيب الخطوة اللي بعد كده ايه؟ الشيطان مستنيه من ناحية تانية، ما هو اللي بيشككنا وهو اللي يجيب لنا الأفكار دي عشان مستنينا من ناحية تانية.
ويجيبك الشيطان ويوقعك. بعد ما تقع يسيبك بقى خلاص ما انت وقعت. فلابد نتمسك بمواعيد الله. ده لسه بنقول ان الوعد الالهي لابونا ادم يتحقق مع ميلاد السيد المسيح من العذراء بعد الاف السنين. الوعد الالهي تمر انبياء وتمر عصور ويمر العهد القديم كله لغايه على ما يجي يوحنا المعمدان يعد طريق الرب وربنا يرتب ده الخلاص. اذا وعود الله قد تاخد وقت، مش لازم وقت طبعا اجيال طويله، ولكن بالنسبة لنا ربنا ليه وقت يختاره، وربنا ليه وقت يحكم بيه، وربنا ليه وقت يحاسب بيه. وأحيانا نلاقي حتى في الموت ناس تموت صغيرة وناس تموت كبيرة، ناس يموت طفل رضيع، طفل يموت في بطن أمه. لا نستطيع أن نحكم لماذا ونقول يا رب ليه كده، لكن يا رب نقول ترفق بينا يا رب، يا رب ما تسمحش لينا بأي حاجة تتعبنا، ونطلب ونتذلل إلى الله من أجل إن هو يترأف علينا. العذراء في البشارة دي أول حاجة الملاك قالها لها، قال لها حاجة جميلة، لقد وجدت نعمة عند الرب. قبل ما يقول لها البشارة وقبل ما يقول لها ستحبلين وتلدين ابنا، لكن قال لها لقد وجدت نعمة عند الرب. إذن ربنا كرم العذراء قبل ما البشر يكرموها، وقبل ما هي حتى تقول هوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني، ده ربنا طوبها وقال لها لقد وجدت نعمة عند الرب، وقال لها سلام لك أيتها الممتلئة نعمة. سلام من الله لأمنا العذراء، لقد وجدت نعمة عند الرب. ليه؟ لأن هي أصلا كانت كويسة وكانت ماشية في وصايا الرب وكانت متعبدة في الهيكل وكانت نذير للرب. إذن هي عاشت بأمانة في الهيكل وعاشت في الفترة اللي كانت مع يوسف النجار مخطوبة لي، لحين لما الملاك ظهر بكل أمانة وبر واستقامة قلب ونقاوة قلب وأفعال حسنة، فوجدت نعمة عند الرب. كل واحد يسأل فينا نفسه، يا ترى أنا وجدت نعمة عند الرب؟ يا ترى أنا أعمالي تؤهلني أن أنا أجد نعمة أمام الله؟ النهاردة وإحنا بنحتفل بهذه الأعياد، كل واحد وكل واحدة يراجع نفسه عن الأعمال التي يصنعها. يا ترى أنا وجدت نعمة عند الرب؟ العمل اللي أعمله ده هيمجد ربنا؟ ولا العمل ده هيبعدني عن ربنا؟ يبقى اذا النهارده ناخد تدريبين. تدريب اوعى تخاصم ربنا وتقول انا زعلان من ربنا، لان الشيطان مستنيك من الناحيه الثانيه. وكل اللي قال كده شوفوا ايه بقى الخطوات اللي مشي فيها بعد كده، وفين على ما يرجع تاني لربنا بعد فترات طويله. والحاجه الثانيه كل واحد يسال نفسه زي ما امنا العذراء الملاك قال لها وجدت نعمة عند الرب. هل انت وجدت نعمة عند الرب؟ وانت وجدت نعمة عند الرب؟ فلنراجع انفسنا وحياتنا لكي ما نجد نعمة امام الرب وننال الحياة الابدية. كل سنة وحضراتكم طيبين، اذكروني في صلواتكم، ولإلهنا كل مجد دائم من الان والى الابد امين.